سلام، كما عملت تأمل لرفع الطاقة الأنثوية، راح نعمل تاني تأمل لرفع الطاقة الذكورية. كيف العادة، منين نعمل تأمل، حاول أنك تكون في مكان وين تكون من الأفضل وحدك، مكان هادئ، تكون جالس على كرسي، يعني تكون مرتاح أو مستلقي، وتكون مي فريمون دون اون بوزيسيون تري كونفورتابل، تكون مرتاح جدا. تحاول ترخي عضلاتك، ترخي أعصابك، تغمض عينيك وتركز على هذا التأمل، وتركز على هذه الدقائق اللي قررت تهديهم لنفسك لأنك تستحقهم، تستحق أنك تاخد شوية وقت تخمم فيه في روحك، شوية وقت لنفسك. فاستمتع بهذا التأمل.
بشوية بشوية أرجع للعالم الواعي افتح عينيك بشوي أبقى لك عدة دقائق في مكانك كيف تحس روحك مستعد تقدر تجلس أو تغير وضعيتك إن شاء الله تكون استمتعت بهذا التأمل النفسي لرفع الطاقة الذكورية أرجع له مرة على مرة باش تقعد راسخ في هذه الطاقة الذكورية ولا لإعادة موازنة طاقتك أو لإعادة رفع نسبة الطاقة الذكورية. هذا التأمل يستعملوه الرجال كما تاني يستعملوه النساء. أنا شخصيا استمتعت بالتأمل هذا لرفع الطاقة الذكورية أكثر من اللي استمتعت بالتأمل لرفع الطاقة الأنثوية. يمكن كان عليا أني نرفع شوي طاقتي الذكورية، استمتع كتير به، لكن أنا ما كنتش مستلقية، فضلت أني نرقص عليه. عجبني خلاص التأمل هذا. ميبو دونك كيما الذكور تاني والرجال يقدروا يروحوا يسمعوا التأمل اللي عملته من قبل، التأمل لرفع الطاقة الأنثوية باش نرفعوا شوي الطاقة الأنثوية. كما قلنا الراجل عنده 70% طاقة ذكورية و30% طاقة أنثوية، هذه هي الطاقة المتزنة. والأنثى تكون عندها 70% طاقة أنثوية و30% طاقة ذكورية. بون خليكم، كانت معكم نرجس، سلام.